المد بالياء ياتي في اول الكلمه. لا يا صديقتي، فمعلمتي قالت الياء والمد بالياء ياتي في اخر اوسط الكلمه. المد بالياء ياتي على الفتحه او كسره او ضمه. لا يا صديقتي، فمعلمتي قالت الياء ان المد بالياء لا ياتي عليها اي حركه صغيره او سكون. المد بالياء يحب الفتح بالاجابه الحرف الذي قبله عليه فتحه. خطا يا صديقتي، فمعلمتي قالت الياء ان المد بالياء يحب الكسره، ولذلك الحرف الذي قبله تحته كسره. لقد اصبحنا في حيره من امرنا الان. هيا نذهب الى مد بالياء وليفصل بيننا. انتظر يا مد بالياء. ما الامر؟ لقد اصبحنا في حيره من امرنا، فتعرفنا بنفسك. انا المد بالياء، اتي في اخر او وسط الكلمه، ولا ياتي علي اي حرف قصيره او سكون. الذي قبلي دائما تحته كسره ويسمى الحرف الممدود. لقد اوضحت لنا الامر. شكرا لك يا مد بالياء. لكل الناس دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش. ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه. يلا كانت خلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتنا. وخلاص فاضل سكة على اخر السكة، لسه كان ناس كتير شكة وشوفوا رحنا لفين. وخلاص فاضل دكة على اخر السكة، لسه كان ناس كتير شكة وشوفوا رحنا لفين.